بابا عم سوري انا ما يقدر يجي مره ثانيه سمسم بيت مالته. اتش بابا اتش ما بقدر. وبعد هذه المكالمه ابو حيان شكل فريق الذهبي المكون من عناصر عجيبه لتنفيذ مهام المنزل. جاهزين معك يا ابو حيان. اللي ميز الفريق هو التعاون ومساعدة أم حيان. الله يعينك يا أم حيان. أهم شيء الدقة والتركيز والروح الجماعية. أسفيش ما قصرتي، لكن يا أبو حيان كأنك نسيت شيء. مثل ما تشوفوا الكل لاهي في شغله، وفجأة يطلع اختراع التنظيف الغريب. أكيد من اختراعات أو صح، ما خبرناكم عن أهم عنصر في الفريق، هبة ريح. هبة ريح الشخص اللي يؤمن أن لكل شيء طرق مختصرة. وطبعاً الفريق نعتمد على هبة ريح في طلب الأغراض إلكترونياً وكل الترتيبات التقنية. وبعد هاليوم الطويل اجتمع أبو حيان وأولاده للتخطيط لرحلة عائلية ممتعة، بس أم حيان بعدها تحاتي شغل البيت. أبو حيان ما خلصت المأذونية؟ متورط صح؟ ومستكاوت تروح تخلص المأذونية وما تريد تطبق في الزحمة. بسيطة ما لها إلا هبة ريح. بإمكانك تخلص معاملة المأذونية إلكترونيا. كل اللي عليك تسويه توفر المستندات المطلوبة وتقدم معاملتك. لو كنت تريد عاملة منزل، طباخ، بستاني، خلك هب ريح واطلب المأذونية إلكترونيا. www.manpower.gov.om